Dobre. I volim, zašto mogu skačem po platnim baricama. تصديري ألف برميل اليومي. أحيا المركز الليبي لحرية الصحافة ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من مايو مكل. الأكاديميين والقانونيين حول واقع الانتكاد ضد حرية الصحافة في ليبيا، خاصة ما يتعلق بتأثير بيئة العمل الصحفي. خطر متكرر على العمل الصحفيين وانعكاسه على العمل الصحفي وقدرة وليبيا مهندسات ليبيات في مختلف مجالات الهندسة، ويهدف هذا الملتقى لتبادل الخبرات وزيارة الوفود المتخصصة بين هذه البلدان. Годеш манастира на Прокофиев правих. مش حيبقى الأغلبية قد يكون قلة ويكون الدافع متاعهم عدم وجود المال عندهم أساسا، مش رغبة في سرقة أو عدم الاعتداء. فيارد إخواننا في المصلحات الخاصة يرأفوا بالناس ويعطوا للناس فرصة في حالات الولادة. معقولة شخص يقعد يلف بجوزته في ولينا ما عندهش فلوس إلا ما يجيب كتيب العائلة أو يعني احنا في ليبيا؟ يعني نسأل الله أن يحفظنا جميعا إن شاء الله. رستان سيش يسبرك صوت ما
Музика, защото ми се иска нещо с тега. إذاعة شفارة لصياد تقدم برنامج منوعات ليبية. كل يوم أربعة من الرابع.